عارف يعني ايه تنام وتحلم وتصحى تلاقي حلمك اتحقق؟ دي كانت حياتي في النادي الاهلي. من يوم ما كنت طفل صغير كنت شايف نفسي بالتيشيرت الاحمر بلعب قدام جمهور كبير بيهتف باسمي. الحلم ده مش بس اتحقق، ده جزء من حياتي وجزء مني. 15 سنه مروا عليا في النادي، 15 سنه عشت فيها لحظات كتير من الحب والتحديات والفخر. مش مجرد لعب كوره، دي كانت رحله فيها كل لحظة بتشكل جزء مني. يوم ما لبست تيشيرت الأهلي لأول مرة حسيت إن دي لحظة عمرها ما تتكرر، اللحظة اللي عرفت فيها إن بيت واحد من أولاد النادي، النادي اللي حلمت بيه من صغري. كل تمرير قدمتها، كل هدف سجلته كانت مليانة إحساس إني بعمل حاجة عظيمة، حاجة أكبر مني. الأهلي إداني أكتر من اللي كنت بحلم بيه، وإداني شرف إن اسمي ارتبط بالنادي العظيم ده. الذكريات مش هتنتهي. أنا فاكر أول مرة دخلت ملعب التتش، الملعب اللي شاف مجهودنا وعرقنا، والملعب اللي شاهد على كل فرحة ونصر. وفاكر لما الجمهور أول مرة هتف باسمي، اللحظة اللي حسيت فيها إن قلبي هيقف من الفرح. الجمهور ده هو اللي صنعني، هو اللي وقف جنبي كل لحظة صعبة. بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب، الراجل اللي عرف ازاي يحقق احلامنا، الراجل اللي كان دايما قدوه لينا كلنا، واللي عمره ما بخل علينا باي دعم او نصيحه. بشكر الجهاز الفني والطبي والاداري اللي كانوا دايما في ظهري والسند في الاوقات الصعبه، كانوا السبب ان اطلع افضل حاجه عندي على ارض الملعب. بشكر كل اللعيبه، اخواتي اللي كانوا معايا الحلوه والمر. بشكركم على كل لحظه فرح عشناها مع بعض، وعلى كل بطولة حققناها كتف في كتف. اللحظات دي هتفضل محفورة في قلبي طول حياتي. وطبعا بشكر عيلتي اللي كانت دايما في ظهري وبتدعمني وكانوا سبب رئيسي في كل اللي وصلت له. واخيرا بشكر كل مشجع من جمهور النادي الاهلي العظيم، جمهور اللي يفضل دايما في قلبي. انا خرجت من النادي الاهلي كلاعب، ولكن هفضل طول عمري مشجع للنادي الاهلي. الاهلي اعظم نادي في الكون، وافضل دايما ابن النادي، النادي اللي علمني ان المجد ملوش حدود، وان الطموح هو اللي بيصنع الابطال.